التونسيين دو سيكسولوجي كلينيك 107 كونغري هذا باش يكون بتاريخ 11 و12 نوفمبر 2022 بحد نزل الخاصه بتونس. نعاود نذكركم انكم كي تدخلوا على الباج اوفيسيال فيسبوك تنجموا تلقاو لادريس ايميل بو ليزانسكريبسيون اللي باش يكون اخر دات ليزانسكريبسيون بتاريخ 30 سبتمبر 2022 هذا فيما يخص 7 كونغري دو لا سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي كلينيك بتاريخ 11 و12 نوفمبر 2022. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على رجل الحياه فهم شمشي بكم من بعد شويه في تحقيقنا لليوم باش نشوف وين يتم تخزين الفضلات الطبيه الخطيره في مستشفى ابن جزار. تحقيقي امن هنا زميلنا حسام الربح.